شبيهة ميرنا المهندس تفجر مفاجأة في أول ظهور لها. تسببت شبيهة الفنانة الراحلة ميرنا المهندس في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42. وتبين أن شبيهة الفنانة ميرنا المهندس هي مصممة الأزياء الشهيرة ندى أكرم، والتي أثير أنها تجمعها صلة قرابة بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس. وفي أول تعليق لها على تلك الأنباء، قالت مصممة الأزياء ندى أكرم في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أنا اسمي ندى أكرم ومش أخت ميرنا المهندس الله يرحمها، بس ده شرف ليا. وتصدر هاشتاج شبيهة ميرنا المهندس مؤشرات البحث على موقع التغريدات القصيرة تويتر، ليتساءل النشطاء عن هوية تلك الفتاة التي اتضح أنها مصممة الأزياء ندى أكرم. ندى أكرم مصممة أزياء حاصلة على بكالوريوس في التسوق، اعتمدت في تصميماتها على الثقافة المصرية بشكل كبير، فهي دائما يغلب على تصميماتها الطابع الريفي أو الفرعوني، كما اشتهرت بتصميم فساتين الستينات والسبعينيات. صممت بعض الإطلالات الرائعة لكثير من النجوم منهم مي عز الدين، كما عبرت عن احترامها لجرأة رانيا يوسف في اختيار إطلالتها، ودفعت عنها قائلة: بتعجبني جرأتها ومش من حق حد يحكم على لبسها.